الله الرحمن الرحيم. عبد الغني طنزيل، رئيس جمعية أصدقاء البيئة بمراكش. إن هذا اللقاء التواصلي المنعقد في هذا اليوم الأبرك على هو يوم الجمعة 13 جانفي 2019، تزامنا مع المؤتمر العالمي للتغيرات المناخية المنعقد حاليا بالديار الإسبانية بمدريد كوب 25، إذ نعتز بانعقاده بسابقة انعقاده بمدينة مراكش للنسخة 22 كوب 22 سنة 2016. من أجل هذا الجمعية ديالنا جمعية أصدقاء البيئة قد سطرت برنامجا فعالا، رغم أنها جمعية فاتية وحديثة العهد، تتوخى من خلال هذا البرنامج الارتكاز على كل ما هو نوعي وذو جودة في المجال البيئي، حيث أن الجمعية ستقوم بأنشطة القرب من خلال الانفتاح على المؤسسات التعليمية والتربوية لما الكتاتيب القرآنية وكذلك الأندية النسوية وبلورتها داخل ورشات تحسيسية وتكوينية من أجل تلقين ناشئتنا وأبنائنا مبادئ المحافظة على البيئة. والسلام عليكم ورحمة الله. فاطمة الزرع عبد الغني، عضوة بجمعية أصدقاء البيئة، اليوم جينا باش ندير واحد لقاء تواصلي باسم الجمعية مع المشاركة مع مقاطعة المنارة. هذه الجمعية هي جمعية من الأهداف ديالها هي التوعية والتحسيس. درنا هذا اللقاء التواصلي تزامنا مع الكوب 25 اللي كاينه في مدريد، وكذلك بناء على رسالة صاحب جلالة الملك نصره الله وأيده في اكتوبر المنصرم اللي كانت في المؤتمر الثامن لوزراء البيئة، اللي حث فيها على ان خاصنا نوعيو الناشئة، وحث فيها ان المجتمع المدني خاصو يشارك في هذه التوعية ويشارك في التحسيس ويشارك في جميع هذه الفعاليات على قبل باش نبنيو واحد المستقبل الاجيال القادمه. وكذلك بالنسبه للاقتصاد الاخضر في الافق ديال 2030 ان شاء الله. وشكرا.